يقول السائل: اشتريت سلعة وعند عودتي إلى بلدي تم توقيفي من طرف جمارك المطار وحجزوا ما أخذته من سلعة، وحتى أتمكن من استرجاعها يتطلب الأمر أن أدفع إلى أحد معارفي مبلغا من المال، فهل يجوز لي مثل هذا العمل؟ لماذا ما تدفع الضريبة المفروضة على المال؟ ادفع الضريبة وخلص مالك ولا تدفع رشوة، خل الرشوة ضريبة، ادفع الضريبة المطلوبة للجمارك. نعم.